هو لا شك يعني كل مشاكل ليبيا اساسا النظام السابق، يعني ليبيا قبل 69 لا لم تكن تعرف الخط السياسي، اي شخص كان مطلع على عهد المملكه الليبيه يعرف كانت هناك مشاكل سياسيه، ولكن حتى عمليات القبض اللي هي على المخالفين السياسيين كانت تتم وفقا للاجراءات القانونيه. لكن للاسف الشديد بعد سنه 77 او بعد سنه 76 واعلان ما يسمى بسلطه الشعب وانتشار وخلق هذه الأجهزة الأمنية، عشرات الأجهزة الأمنية اللي خلقها القذافي، وأصبح إسكات المعارضين يتم عن طريق القبض على المعارضين وإدخالهم السجون، سواء كان بإجراءات قانونية أو بتغييب قسري يعني بدون أي إجراءات، ويبقى في السجن 10-15 سنة إلى آخر هذا الكلام. هذا ما حدث في تلك الفترة السوداء. للأسف الشديد أن بعد سنة 2011 يعني تخلصنا 2011 2012 و2013 تخلصنا من هذه العادة القبيحة، ولكن منذ بدايات 2014 وبدأت العملية من جديد في ليبيا تدريجيا طبعا، الآن وصلت يعني إلى أرقام كبيرة ومخيفة. كانت جهة واحدة فقط كما قلت يعني قبل قليل، كانت جهة واحدة فقط هي من تخطف وكانت معروفة، الآن كل الاتجاهات السياسية تقوم بهذه العملية، يعني أصبحت طيب. عدوى وكأنها رجوع يعني إلى كان سيد فؤاد الرجوع للنظام.